سعداء بلقياكم من جديد في خطوة عملية لافتة تهدف إلى حماية المنشآت الحيوية والحساسة من الأخطار الإرهابية التي تحدق بالبلاد في ظل سياق إقليمي وجيوسياسي مضطرب. وفي خضم تنامي التهديدات والعمليات الإرهابية في العالم، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن إطلاق برنامج أمني جديد لهذا الغرض. نلقي الضوء على هذا الموضوع مع الدكتور محمد بن حمو الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية. دكتور بن حمو مساء الخير وأهلا بك معنا. أهلا وسهلا محسن. دكتور بن حمو، المغرب كان دائما يقظا في مواجهة التهديدات الإرهابية، لكن ما الذي دفع إلى اتخاذ إجراءات جديدة؟ فعلا المغرب دائما يقد ودائما استباقي في مواجهة هذه التهديدات الأمنية. نحن نعلم بأن من بين الأهداف المستقبلية لهذه الحركات الإجرامية ومن بين الأهداف كذلك التي تتوجه إليها الآن يعني الجماعات الإرهابية هي المس ببعض المنشآت الاستراتيجية والحيوية. فالمغرب يمكن القول بأنه استبق هذا العمل منذ مدة، حيث أنه هيئ برنامج متكاملا وحدد كذلك يعني أنواع المنشآت وحدد سبل مواجهة طبيعة أي تهديد يلحق بها. فبالتالي هو استمرار في نفس السياسة الاستباقية واستمرار كذلك في اليقظة. نحن نعلم بأن يعني الحضر مهما يعني على درجته لا يمكن اعتباره بأنه زائد عن اللازم. نحن نعيش في مرحلة تعرف اضطرابات جيوسياسية كبيرة ومرحلة كذلك يطغى عليها التهديد الأمني. فلاحظنا بأنه مع هذه الضربات القاتلة التي توجهت لداعش سواء في ليبيا أو سوريا والعراق، هناك العديد من المقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين انتقلوا خارج مصارح العمليات هذه، ثم هناك كذلك خلايا نائمة. فبالتالي هناك مؤشرات عدة في العديد من دول العالم باللجوء إلى عمليات إرهابية، لأن هذه التنظيمات وداعش على رأسها هي تسعى الآن إلى أن تجر الانتباه إلى اتجاه آخر، وبالتالي تسعى إلى تحقيق يعني عمل إرهابي لافت. عندما نتحدث دكتور بن حمو عن عمل استباقي أو إجراءات استباقية، هل بالضرورة يعني أنه ليس هناك معطيات محددة حول تهديدات قائمة؟ لا، أعتقد بأن يعني التهديد هو دائم حاضر، والتهديد يعني درجته هي التي تختلف. فبالتالي ينبغي دائما استباقه، وينبغي دائما أن نكون يعني في خطوتين على الأقل يعني قبل هذا التهديد، لأن إذا يعني وصلت ساعته تكون للأسف يعني العملية قد تمت. فبالتالي هو أولا تمرير وعمل يؤشر إلى أن هناك قد كبرى وأن هناك وعي كبير وأن هناك كذلك يعني تدريب على مواجهة هذه التهديدات. نحن نعلم بأن طبيعة هذه المنشآت هي مختلفة، ثم طبيعة التهديدات التي تواجهها هي متعددة، ثم هذا يتطلب كذلك كفاءات مختلفة ومتعددة لدى السلطات ورجال الأمن، ويتطلب كذلك عملا سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي عمل كبير. فبالتالي العمل الاستباقي يعني هو قائم ما دام أن هناك يعني تهديد قائم، سواء يعني بصفة مباشرة في المغرب أو هو قائم في يعني المجال الذي نحن فيه. والتهديدات الآن هي للأسف الشديد يعني تتزايد وتتنامى، وطبيعتها كذلك تتطور وتتغير. فلهذا السبب يعني السياسة الاستباقية هي التي تمكن الأجهزة الأمنية من تفادي مثل هذه العمليات. إشارتك دكتور إلى طبيعة المنشآت يطرح السؤال، يعني أي نوع من المنشآت سيحظى بهذه الإجراءات الأمنية الجديدة وكيف يتم تحديدها؟ توضع خريطة لهذه المنشآت وهي متعددة ومتنوعة، منها المنشآت العسكرية وبمختلف أنواعها، وكذلك المنشآت الدفاعية والأمنية. هناك كذلك يعني المؤسسات الأمنية ويعني الإدارات الأمنية والإدارات التي يعني بها يعني بها مادة حساسة أو كذلك يعني يوجد بها من المعلومات
أو من المعطيات ما يمكن أن يؤثر على هذه السياسات، ثم كذلك بعض المنشآت التي يمكن أن يكون لها طابع اقتصادي، فيمكن اعتبار بأنه المطارات وكذلك يعني العديد من السدود والعديد من المنشآت التي تدخل في هذه الخانة. فبالتالي يعني ما هو منشأة حساسة؟ هو المنشأة التي يعني إن مست أو حتى وإن لم تمس فهي لها يعني تأثير مباشر على المصالح العليا للبلد، ولها كذلك يعني تأثير على 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 المنظومة بأكملها على المستوى الوطني. فبالتالي يعني من صفة تكرير النفط إلى السدود إلى يعني المطارات إلى بعض المجالات كذلك العمومية التي قد يرتادها الكثير من المواطنين، فبالتالي يكون هناك تحديد وتشخيص لمختلف هذه النقط على مختلف التراب الوطني. إذن واضح أننا دكتور محمو أمام رؤية استراتيجية جديدة للمديرية العامة للأمن الوطني فيما يخص تدبير المخاطر. هل يمكن أن نتلمس معك ملامح هذه الاستراتيجية؟ ما الذي يميزها بالتحديد؟ ما يميزها أولا هو هذا العمل الاستباقي، حيث أنه بتحديد هذه يعني المنشآت الحساسة أولا تقام هناك يعني عمليات مباشرة لتدبير مختلف المخاطر المحتملة، وكذلك يعني لحجب كل المخاطر عن هذه المنشآت. فبالتالي هذه يعني هذه الاستراتيجية تقوم على تحصين هذه المنشآت وجعلها يعني منيعة على عمليات من هذا القبيل، ثم يعني هذا يمكن من أن يكون هناك يعني تتبع لهذا التهديد، وخاصة عدم ترك المجال لأي فراغات أو أي تناقضات أو أي تضارب أو كذلك إمكانية كي يجد من خلالها هؤلاء مدخلا لضرب هذه المنشآت. فبالتالي هي استراتيجية تقوم أولا على الجانب يعني المعرفي والتقني، وتقوم كذلك على الجانب التكويني والبشري، لأن يعني منشأة كيعني مصفات للنفط حمايتها تتطلب وتدبير يعني حمايتها يتطلب معرفة وتقنية خاصة تختلف عن أحد السدود الكبيرة، وكذلك منشأة عسكرية هي ليست نفس وبالتالي هناك يعني تعامل مع كل منشأة حسب طبيعتها وحسب يعني الاستراتيجية أو المقاربة التي تمكن بشكل أكبر الحفاظ عليها وحمايتها. طيب دكتور، من خلال تراكم المعلومات بالنسبة للمغرب، في رأيك ما هي البؤر التي تشكل تهديد أكبر للمغرب؟ هل نتحدث أكثر عن الشرق الأوسط، عن شمال إفريقيا، ليبيا مثلا، عن الساحل والصحراء، أم عن أمور أخرى ربما؟ للأسف الشديد هذه كلها ومعها أخرى هي فعلا تهديدات القادمة من الشرق الأوسط، هي التهديدات القادمة من ليبيا، هي التهديدات القادمة من الساحل والصحراء، وهي التهديدات كذلك القادمة من مجالات أخرى. نحن نعلم بأن هناك الآن انتشار كبير لهؤلاء الإرهابيين بعد عودة الكثيرين منهم، هذه العودة التي لم تضبط دائما بالشكل المناسب من لدن مختلف الدول. فبالتالي نلاحظ بأن هذه العودة الآن أصبحت تؤرق يعني جميع الأجهزة الأمنية وأصبحت مصدر تهديد حقيقي. فبالتالي لا يمكن الآن إلا أن تكون درجة اليقظة عالية ومرتفعة، ولا يمكن كذلك يعني التنقيص أو عدم الاكتراث بأي مصدر من مصادرها، لأننا نعلم بأن مختلف المصادر المذكورة وغيرها الآن هي مصادر يعني للتهديد محتملة، وأن هؤلاء يعني سيسعون للعبور عبر يعني كل السبل التي ستمكنهم من بلوغ أهدافهم وتحقيق يعني أهدافهم الإجرامية. فبالتالي متابعة يعني هذا الوضع المضطرب ومتابعة كذلك هذا الزخم الكبير من الإرهابيين وتنقلهم، وكذلك يعني في وضع إقليمي يعرف صعوبة كبيرة في التعاون، يعرف كذلك هشاشات كبيرة لدى بعض الدول في مواجهة
أوضاعها الداخلية أو كذلك في الدخول في تعاون جدي. ثم هناك الآن يعني وضع يجعل العديد من الدول تحاول التركيز على وضعها الداخلي بدل أن تلتفت إلى يعني توجه التعاون الدولي، وهذا خطأ لأننا أمام عدو مشترك وأمام عدو يعني هو عدو جماعي، ينبغي أن يكون الرد جماعيا، وهذا الرد بالأساس أعتقد بأن إحدى يعني أدواته هي المعلومة الاستخباراتية، وهذه يعني هي التي تحصن أكثر وهي التي تساهم بشكل كبير في نجاح السياسة الأمنية الاستباقية. لذلك إذا كان هذا الجانب يعني يشتغل عليه المغرب بشكل قوي وكبير كبير جدا وحقق فيه نجاحات، فهو بالتالي في الجانب الميداني والعملياتي يضع كل السبل في حال يعني أي تهديد أن يكون له بالمواجهة، وبالتالي تكون المقاربة الاستباقية ناجحة في مجموع يعني في مجموع مراتبها أو في مجموع يعني المجالات. نشكرك جزيل الشكر دكتور محمد بن حمو على مساهمتك معنا، أنت خبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، شكرا لحضورك في الاستوديو رغم نزلة البرد شفاك الله منها، شكرا لك، شكرا لكم أيضا، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.